يا مرحبا واهلا وسهلا فيكم بفيديو اخبار جديد معكم اياد. أسر شاركت ستوري اجابت فيه عن متابع سألها خبر خطوبتك حقيقة ولا لا، فاختارت أسو الإجابة فقط بهذا الإيموجي، فشو رأيكم أنتو؟ أما يارا فالتقت للمرة الثانية مع عضوة فريق فافا نابولي ماريانا غريب ببيتها، وشاركوا هذا الستوري مع بعض، وعلق البعض عن إمكانية انضمامها لفريق فافا نابولي بالأيام المقبلة، فشو رأيكم أنتو؟ أما نورمار فكشف أنه رح يسافر لمكان جديد ليحضر مفاجآت وفيديوهات جديدة من هناك، ومدة السفر حتكون 10 ساعات، فشو رأيكم لوين مسافر وشو رح يحضر؟ جماعة الخير، نحن طلعانين طريق السفر أنا وبنهر، تقريبا طريق 10 ساعات صح أنوار؟ 10 ساعات ومحمد ورشا ومحمود بهذيك السيارة. طيب يا جماعة تسألوني وصلنا للمكان المراد؟ ايه وصلنا للمكان يا جماعة، بس للأسف نحن مانا نايمين لهلا، من بارحة الصبح وطلعنا البارحة الساعة 11 بالليل ولهلا مانا نايمين لحتى نصوركم هذا الفيديو، فاستنوني يوم 3 بدي الدعم الكامل عليه، صح أنبر؟ صح. من بعد ما شاركت سيدرا بيوتي مبارحة ستوري على انستغرام اجابت فيه عن متابعة سألتها شو اسم شيرو الحقيقي واجابتها بعبسي، اجاها الرد من شيرو بستوري على انستغرام وبطريقة كوميدية فكتب حبيبتي سعاد. اما نارين بيوتي فشاركت ستوريهات كشفت فيها انها حزينة بسبب زيادة وزنها. كيف بدكم تعرفوا انه اليوم اكلت كتير؟ ما حتعرفوا، بس إذا شفتوني ماسكة شاطي وعم امشي فيه اللي كنت لابسته الصباحة بنطلوني عرفوا شي معك. اما انور ونور مار فباركوا لقمر على المليون متابع على انستغرام بهالستوريهات، بمناسبة هذا العدد فتحت مبارحة قمر لايف على انستغرام حضروا الالاف من الناس، واللي تحدثت فيه عن كثير من المواضيع واللي من بينها سبب تركها للفريق وسبب تخليها عن الحجاب والهجوم اللي تعرضت له مؤخرا، وحكت كمان انها ما عندها مشاكل مع اعضاء الفريق اللي كانت فيه سابقا. أما نور ستارز فلاحظ الجمهور أنها كل مرة عم بتلمح أنها عشقانة وعندها حبيب، فمبارحة شاركت ستوري وهي عم تسمع أغنية لكاظم الساهر وعلقت بي كاظم الساهر يعني نور شو؟ والأغلب رح يجيب يعني نور عشقانة، فربط الجمهور هذا الستوري بالستوريهات السابقة اللي شاركتها نور واللي أعلنت من خلالها أنها رح تكشف عن رجل حياتها بالفيديوهات القادمة، فهل بنظركم أنه رح يكون هذا الرجل حبيبها أو أبوها مثل ما علق البعض سابقا؟ وهون نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر جرس التنبيهات عشان توصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول،